اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه جهود الوزاره بخصوص صياغه مشروع قانون للاحوال الشخصيه وقد وجه السيد الرئيس بتشكيل لجنه من الخبرات القانونيه والقضائيه المختصه في قضايا ومحاكم الاسره وذلك لاعداد مشروع قانون الاحوال الشخصيه للمسلمين وبحيث يراعي القانون المصالح المتعدده لجميع الاطراف المعنيه باحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الاسريه والمجتمعيه في هذا الشان كما وجه السيد الرئيس بقيام اجهزه دوله المعنيه وبصفه خاصه وزاره الداخليه والنيابه العامه وهيئه الرقابه الاداريه والجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بامداد لجنه اعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقه اللازمه لدعمها في اداء مهامها بكل مهنيه وموضوعيه وفي هذا الاطار استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجاريه من قبل الوزاره لتطوير منظومه التقاضي المتعلقه بالاسره المصريه وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع اعضاء الاسره واضاف المتحدث الرسمي ان السيد وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذوله من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العداله الناجزه بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحه يوميا امام المحاكم المصريه بكافه اشكالها وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص للساده رؤساء واعضاء الهيئات القضائيه السابقين، اولا لاسم من توفي منهم تقديرا لمسيره عطائهم القضائيه المتميزه تحت مسمى وسام القضاء المصري، كما وجه السيد الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعه من سيادته لاعضاء الجهات والهيئات القضائيه اصحاب الاعمال المتميزه خلال العام القضائي. فضائي <applause> <applause>